السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بنشوفوا مع بعضنا وصفة السمسة التونسية اللي مكثر العبيد تعملها في العيد. اليوم باش نعملها بالجلجلين، جبنينة وفيوحة وزادة ما تتكلفش بالكل. واللي تحب سمسة الفيكية تو نخلي لكم الياف البارد انفو، عندي فيديو مصورته. وتو يلا نبداو في الوصفة متاعنا. بالنسبة للوصفة متاع اليوم باش نستحقوا 200 غرام جلجلين مرحي و100 غرام سكر محور وعطر شاي باش نلموا بها، واللي يحب يعمل ماء ورد والا زهر ينجم زيدا، كل واحد كيف ما يحب، اما بالعطر شاي تجي ابان. نبداو نزيدو في العطر شيه بشوي بشوي وما نكثروش منها باش السمسه ما تنديش فيسه وتقعد تتقرمش. ما لازمناش نكثروا من العطر شيه، نحطو جوست ما يلم من الفارس نتاعنا وكهاو. باش ناخذ باكو الملصوقه باش نقصو، نستعملو ملصوقه سبيسيال سامسه، هذه المستطيله كيما تشوفوا فيها في الفيديو. حبيت نقولكم هاكا زيد راهو من تيلي مكتوب فيها كيفاش نلفو كعبيت السمسه، وتو نزيد نوريكم كيفاش تتلف. باش نقسم على تروا بوند متساويين، وفما بوند جاتني اكبر شويه حطيت عليها البوند الاخرى وقصيتهم باش يجيوني قد قد، وبعد كعبات السمسه يجيو نفس الحجم، يعني مش كعبه كبيره وكعبه صغيره. باش نبدا نلف السمسه حضرت مغرفه فرينه محلوله في شويه ماء باش يساعدني باش نسكر بها من بعد في الاخر، باش السمسه ما تتحلش كي نجي نقلي فيها. اللي باش يحطها في الفرن مش لازم يعمل المرحله هذه، خاطر في الفرن بطبيعتها باش تدهن بالزبده وما ماهيش باش تتحل. بالنسبه للتشكيل باش نلف قدامكم كعبات هاكا نخليكم تشوفوا وتابعوا الفيديو، مش صعيب التشكيل نتاعها، كان عملتوا كعبه من بعد كل شيء يجي ساهل. ناخذ بوند من لي بوند نتاع اللي قصيناهم، نحطوا شويه من الفارس، ما نحطوش كميه كبيره ومش زيدة كميه صغيره باش بعد الكعبه ما تجيش فارغه. نحطوها في الكوان، بعد نلفوا مره يمين مره يسار مره يمين مره يسار كيما تشوفوا في الفيديو. وفي الاخر ناخذ شويه ماكل الفارينه والماء اللي حضرناهم هذيك باش نلصقوا بيه ونستويو بالمقص وكهو. هذيك هو اللفين نتاعها، ساهل ماهوش صعيب. باش نكمل الكعبات الكل بنفس الطريقه وبعد ان شاء الله نرجع لكم.
المكعبات الكل كملتهم، توا باش نبدا نقلي. حطيت شويه زيت في القليه، ما نعبيوش برشا زيت خاطر كل شيء طايب، جوست حشنا بالورقه نتاع الملصوقه باش تحمر شويه وكهو. وتوا باش نطيب الشحور اللي باش نشحر بيه السمسة، حشتي بشحور خفيف، خديت زوز كيسان سكر عليهم كيس ماء، نحركوهم مليح مليح، وبعد نزيد 10 قارص، حكيت 4 قارصة، نخليه يطيب حكيت 10 15 دقيقة، وبعد في الاخر نحط شوية عطر شيا ونطفي عليه. وهذه اخر مرحله باش نشحر السمسه نتاعي، توا بردت السمسه والشحور مازال سخون، وكان السمسه تبدا سخونه يعني ديريكت نقليوها وباش نشحروها لازم الشحور يبدا بارد، ديما هكاكا معناها حاجه منهم تبدا بارده وحاجه سخونه، ما يجيوش زوز باردين ولا زوز سخونين. نبداو نشحروا بشوي بشوي، ومن بعد باش نلفهم في الفصدق. تنجموا نتوما تلفوا في اللي تحبوا ولا تخليهم هكاكا، زيد تنجموا تخليهم هكاكا ما تلفوهم في حد شيء، زيد يجيوا بنين. هذه صمصة في شكلها النهائي، حطيتها في صحن التقديم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت، وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف خير يا ربي. وفي لي كومونتير اكتبوا لي شنو عاداتكم الطيب ونهار العيد هكي كان، واكتبوا لي زاد كل واحده يعني تكتب لي هي منين وكهاو. تاو مازال كامش نقول لكم بسلامه، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات اخرين على قريب ان شاء الله. واللي مازالت ماهيش ابوني في الشين نتاعي مرحبا بيها، واللي عندها اي اسئله كالعاده تكتب لي في لي كومونتير، وتاو نقول لكم بسلامه.